السلام عليكم ورحمة الله. كنت من أنكم تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غدا نحضر معكم واحد الكيك على شكل تحلية كيجي رائع في المذاق، وطريقة التحضير ديالها سهلة وما كتطلش بزاف ديال الوقت. هنا المكونات عندي كيف ما كتشوفوا: نص كاس من السكر الخشن، جوج المعالق كبار ديال الكاكاو المر، جوج ديال البيضات، نصف كاس من الزيت، نصف كاس من الحليب، كاس من الدقيق، خميرة الحلوى عندي 7 غرام، سكر الفاني والقليل من الملح. المهم هادو هما المكونات اللي غنحتاج. غادا ناخد طراب الكهربائي او طراب اليدوي وغنوضع الاناء. غادا نوضع البيض مع السكر والقليل من الملح سكر الفاني وغنطرب جميع المكونات. صافي، من بعد ما كتوجدوا الخليط ديالكم كتاخدوا قوالب اولا تاخدوا كاسات ديال القهوه، يعني طاس ديال القهوه، ديروه في بلاصه هاد القوالب هادو، ماشي بالضروره حتى يكونوا بحال هادو. وكتاخدوا قطع من الشوكولاتة الاسود وكتوضعوهم هكا في الوسط. وفي هاد المرحله كتاخدوا واحد الطنجره وكديروا فيها الماء، ما يكونش كتير بزاف باش ما يغطيش لكم، ما يوصلش لكم الحلوه ديالكم، يعني يكون غير في القاع الماء يكون غليان. صافي، كدوا توضعوا فيه هاد الطاسات ديال القهوه اولا بحال هادو، وصافي وكتغطيو عليهم بورق الزبده. ومراها كديروا الغلاقه ديال الطنجره، والا ما متوفرش عندكم ورق الزبده تاخدوا ورق المطبخ وتضيفوه لتحت. وهذه هي التحليه اولا الكيك، راه صبحت جاهزه، ما خدتش ليا بزاف ديال الوقت، يعني وجدت تقريبا 15 دقيقة، كانت يعني طايبة، ما كتاخدش بزاف ديال الوقت، ماشي بحال الفرن، وكتجي زوينة بزاف. يمكن لكم ديروها مع القهوة او مع الشاي او في رمضان ان شاء الله، كتجي زوينة بزاف واكيد غدا تعجب وليداتكم. بالنسبة للقوالب، في الاول الا كنتو بغيتو تحيدو هاد الكاطو هادي تحيدوها منهم، ضروري انكم تدهنوها بالقليل من الزيت، والا ما كنتوش باغين تدهنوها بلاش. انا بالنسبه ليا يعني ما حيدتهاش من الكاسات، يعني كل واحد خضع ديالو هكا وكلها بمعلقه مع كاس ديال القهوه كما قلت لكم، اولا مع الشاي، كتجي زوينه بزاف. وكنتمنى للناس ان هذه الوصفه تكون عجبتكم، وما تنسونيش التشجيع ديالكم بلايك والبارطاج،
ولا ما كنتو مازال ما اشتركتوش ما تنساوش انكم تشتركوا عندي، وسلامة.